أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بفضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنام، صفوة الأنبياء الكرام، المحمود الأحمد بن قاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله الحجة الحسن في دار أرواح العالمين، والنعم على أعدائهم أبد العابدين ودهر الداهرين. أتقدم بأسمى آيات التبريكات والتهاني لساحة قدس مولانا صاحب العصر والزمان بذكرى مواليد الأئمة الطاهرين عليهم السلام، أبي عبد الله الحسين سيد الشهداء وزين العابدين السجاد، وأيضا بميلاد عمه أبي الفضل العباس عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وافتتاحا للكلام والحديث المختصر أقول، كل إنسان مؤمن يؤمن بالله، يؤمن بالآخرة، يؤمن بيوم الحساب، يؤمن بالأنبياء، يؤمن بالكتب السماوية، ويؤمن بالخير والشر، ويؤمن بالحق والباطل، أن هناك حق وهناك باطل. تراه إن توجه إلى الدين يرغب بأن يعلم هل إن الله سبحانه وتعالى يحبه أم لا، هل إن الله سبحانه وتعالى راض عنه أم لا. هذه القضية عادة احنا متحيرين، هل هناك ميزان وضع كي نعرف عبره أن الله سبحانه وتعالى يحبنا، أن الله سبحانه وتعالى راض عنا، وعلى أقل التقادير في هذه المرحلة. أما العواقب بحث آخر، الآن الله راض عني يحبني أم لا، هل هناك ميزان أم لا. طبعا هذه الكلمة إذا تعطيها إلى واحد عرفاني ومتصوف يجيب لك أدلة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة قشرة، حس قلبك شلون، دنيا كوجاس، ويبدأ يجيب لك مسائل لعله ما مذكورة بالرواية. نحن نتبع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، معكم معكم لا مع غيركم، لأن هذا الميزان، يعني ميزان أهل البيت، إذا الإنسان كانت فاصلته مع أهل البيت ولو سنتيمتر واحد، يعني قاعد يمشي مع أهل البيت فاصلة سنتيمتر يميل يمينا أو شمالا، إذا مشى كيلومتر ما تشوفه ويا أهل البيت، إذا مشى 1000 كيلومتر بعد خلاص انتهت المسألة. لذا معكم، لكن مو معي أنه بفاصلة سنتيمتر واحد، لا معكم، والثانية معكم، وبعد تأكيد لا مع غيركم تأكيد. فنحن نتبع أهل البيت عليهم السلام، كل ما قاله أهل البيت هو الصحيح، وما قاله غيرهم إن وافق كلام أهل البيت فصحيح ونأخذ به، وإلا وبملء فمنا نقول نضرب به عرض الجدار، وهو أولى به من تحدث بذلك أو لا. حينما نذهب إلى الروايات، هناك روايات تتحدث عن إمكانية، في الحقيقة لا تتحدث عن إمكانية معرفة أن الله يحبنا راض عنا أم لا، لكن نحن نستطيع عبر هذه الروايات أن نعرف تلك المسألة. ما هي الرواية؟ رواية مباركة عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، يقول: إذا أحب الله تعالى عبدا ألهمه طاعته وألزمه القناعة وفقهه في الدين وقواه باليقين فاكتفى بالكفاف واكتسى بالعفاف. يحبنا الله؟ شوف، عندك حب الطاعة، هذا ميزان عادي، عندك حب الطاعة بقلبك، أنا الله يحبك يعطيك، لأن الله هو الذي يعطي. اللهم ارزقني حبك
وحب من يحبك وحب كل عمل يقربك إلى حب. هذا رزق من الله، اللي يحب الصلاة رزق من الله، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فاستعينوا بالصبر والصلاة. شفت كليب لطيف أعجبت به، يسأل العالم الوهابي واحد من المشايخ، يقول له يجوز الاستعانة بغير الله؟ قال له لا ما يجوز. قال له ليش ما يجوز؟ قال ما يجوز شرك. قال زين الله بالقرآن يقول واستعينوا بالصبر والصلاة. قال لا الصبر والصلاة وسيلة. قال احنا أيضا نقول أهل البيت وسيلة. شو جاي تقول يعني جاي تتفلسف؟ بكل الأحوال اللي عنده حب الصلاة حب الصيام هذا على الطريق الصح، هذا الله يحبه، الله ملهمه، يحب الطاعة، يحب يشوف شنو الله يرغب به يأتي به، هذا الله سبحانه وتعالى يحبه. بعد وألزمه القناعة، هذا قنوع، والله لسه عنده سيارة بعد أفضل، موبايل أفضل، وبيت وأفضل وكذا وأفضل، بعد ما أذكر وحرام، لكن بعد هذا الميزان ما يقدر يستفيد. شايف انت لما تريد تروح الجامعه يقولوا لك شنو انت شلون تثبت انك تتكلم اللغه الانجليزيه الجيده حتى تقبلك بجامعات استراليا مثلا؟ شنو عندك ممتحن توفل، ممتحن ايلتس، دار الصف العاشر، عندك اتش اس سي، ما ادري شنو. يقول والله ما عندي هذا. يقول خير ما عندك هذا. يقول لسه شلون؟ يقول هل هذا الفيزا خسرته؟ ايلتس ما عندك، توفل ما عندك، الصف العاشر ما دارسه، شنو لازم اشوف لك حل ثاني؟ هذا الطريق تقدر تروح، لازم تبحث عن طريق آخر. حب القناعة، أي الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. واحد يحب القناعة، القناعة في شيء حلو، القناعة كنز لا يفنى، قناعة حلو. ابنك هم، ابنك الطفل لو تشتري له آيس كريم واحد يقول لي بعد، أنت تتأذى. سأتأكل هذا خلص، لا أريد بعد، أصبر السر، العافية بالدرجات. القناعة شيء جميل، فاللي عنده القناعة يعني الله سبحانه وتعالى ألهمه القناعة وفقههم في الدين. طبعا تفقه في الدين مو بالضرورة الواحد يكون لابس عمامة، لكن يعرف مسائل الشرعية، يعرف أموره، الفقه كما في الرواة الفقه ثم المتجر، يشتري بيتكوين بعدين يجي يسأل يصير ولا ما يصير. بس ادري انت غير تسال اول شيء، بس انا اشتريت شنو اسوي بيه؟ شو اسوي بيه؟ الفقه ثم المتجر، يؤدي العمل بعدين يدور على الجواز. اتذكر في مره كنا قاعدين استاذنا الله يرحمه العلامه الشيخ معن باقر عن الهدى في مشهد، اتصلت امراه تساله مساله، حاجه مش عايزين حافظ ولا مش عايزين اشوف الجواب، ما اسمع على صوت المراه. اخر شيء استاذنا قال يبدو انت مسوي هاي العمل جاي تسالين، يعني تبين صحيحين ولا العمل خلصان يمي، القضيه مفروغ عنها، مفروغ عنها. ف التفقه في الدين، بس التفقه في الدين في شيء ان هذا الدين متين فاوغل فيه برفق. اللطيف انه يقال ان عندنا مثل في ايران ما يخوي بفهم كانت دكتور هاسي مساله بزشكي ما تروح كنت منها دكتور، ولی بیشتر از دکتر مجتهد پیدا میکنی. من رأیم اینه موزیک اشکال نداره، آقا بیا برادر. وقتی داشتم میرفتم حرم امام رضا علیه الصلاة والسلام، راننده تاکسی صحبت کرد که من رأیم اینه از این درباره موزیک بود، رأیم اینه که حلال اشکال نداره. گفتم شما اگر بخوای عقد کنی، سوالم اینه خودت عقد میکنی اولین بارت ازدواج دائم یا آخون میاری؟ نه آخون میاری. گفتم چرا؟ چون که رأی داری خودت عقد کن، بخوای طلاق بدی خودت طلاق میدی، بخوای از اون اقامه بگی تو گوشه بچت خودت میگی، یا میبری یک روحانی حرمی سیدی چیزی؟ گفت نه. گفتم چجوری شما تو اون مسائل به این سادگی؟ زواج تو که نفسی اونم بگه قبل تو تمام، وقتی یه دفعه رأی میدی تو مسائل بزرگ، به نظر من ما این کار انجام بدیم درست آقا. اونی که خدا دوستش داره بهش لاقل میفهمونه که آقا اینجا حدتی، هذا حدك بیه، هذا حدی، انا اکثر من هذا ما اعرف.
فيروح الانسان ورا التفرقات. اكو روايه علمت معناها من واحد من العلماء، لا ادري نصف العلم. هاي الروايه شنو معناها؟ يعني الانسان لما ما يدري يروح يتعلم، بس اذا يفكر هو لا يعلم ويظن انه يعلم، هذا هو الجهل المركب. هو جاهل لكن يظن انه يعلم، هذا بعد ما يروح يتعلم. فاول خطوه في التعلم هو لا ادري حتى تروح تتعلم. فلذا نصف الطريق انت مضيت بان اقررت بانك لا تعلم، فتذهب وتتعلم. لازلت في المقدمه. وقواه باليقين. يقين في شيء مهم. الايمان يختلف عن اليقين، هذا يحتاج لبحث. ايمان ايمان، ايمان بالغيب، لكن اليقين هو رؤيه، رؤيه القلب. رؤيه القلب هو اليقين. فاكتفى بالكفاف. عن ذاك اليوم يمكن ذكرت يعني في احدى المجالس، انا كنت اشوف برامج حيوانات وكذا، الاسد ياكل الغزال ينام اسبوع. قلت تعال صيد لك 50 غزاله خليهم حتى حق بعد اسبوع يكون عندك. شفت والله حتى الحيوانات احيانا هم متقدمين على البشر في التوكل على الله. الروايات تقول اذا عندك قوت مال اليوم لا تفكر باكر، لا تفكر باكر. لا هسه شنو اسوي؟ بعد 5 اشهر شنو اسوي؟ بعد سنه شنو اسوي؟ عمي انت لما كنت في ظلمات الرحم من اللي اطعمك غير الله؟ انا اطعمك. الذي يطعمني ويسقيني. فالمؤمن عنده كفاف، ما يدور، مو طماع، ما يهتم الرزق، لان الله هو الرزاق من قوة المتين. واكتسب العفاف. اي لباسه شنو؟ لباسه ملابس العفاف. يعني شنو عفاف؟ شنو حرام واحد يلبس شيء بعد ان يعني يلبس ملابس يستر بها عورته حتى لو ما كانت ملابس عفيفه. اي بس هذا بعد ما عنده الميزات. لا ماكو اشكال. اذا مستور العورتين ماكو اشكال. لكن عنده الميزات؟ لا. المؤمن لا دائما تكون ملابسه ملابس مؤدبه. الله يرحم استاذنا عيد الله الشيخ علي الفلسفي، واحد من اصدقائنا يقول في الوقت سافر الى منشهد من مشهد الى قم، وكان من ابرز تلامذه ايه الله العباس بن القاسم الخوي على الله مقامه، فراح حجره واحد من طلابه يقول دائما قاعد بالقبايه. تدرون خو غير العرب ما يلبسون دشداشه، يلبسون ملابس طويله يعني مثل ملابس الهنود والباكستانيين. فيقول ما نزعل القبائل، كل ما قلت له ارتاح يقول اخر شيء اخر الليل حتى يكون ملابسه وزينه اخر الليل قبل ما انام طفيت الضوء شو نزعل القبائل وراح جوا البطانيه. هاي في النوع طبعا هو عالم وكذا، بس اقول هذا يرتبط بالعفاف، هذا في الميزان. هذا بالنسبة للمحاضرة. نحن نمر بذكرى ميلاد أبي عبد الله الحسين الإمام زين العابدين في الفرد العباس. أكفي ميزان لطيف. تريد تعرف الله يحبك؟ هذه الرواية المباركة المروية عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. إذا حب الله عبدا قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته. إذا كان عندك في قلبك حب الحسين، شلون بالفارسي يقولون دلت ميرة، تسمع اسم الإمام الحسين تنجذب للإمام. أعرف اللي الله يحبك، لأن هذه المحبة شيء ثمين. وهذه الرواية التي تتحدث عن إذا أحب الله عبدا كأنه هدية يقذف في قلب أمرين، حب الإمام الحسين وحب الزيارة. يعني شو حب الزيارة؟ فقط يحب الزيارة؟ لا، يسعى للزيارة. تكت غالي، تكت رخيص، والله الطريق صعب، طريق وعر، يروح الزيارة. يقدر يروح يوصل نفسه من بعيد هو ومن قريب هو، ما يهمه ما يهمه. بعد شلون بالفارسي يقول هركبه ومش بيش
لا فاشيش. بعد تشوف البعض كل ليلة الجمعة يوم الإمام الحسين، تشوف البعض كل شهر يوم الإمام الحسين، تشوف البعض كل سنة يوم الإمام الحسين. شفت واحد في الحرم أبي عبد الله نسأل الله يرحمه، سيد أبا محمد كنا نقول له، من السادة الشيرازيين، مو معمم كان هذا، كل يوم كان والله كل يوم وقت الظهيرة هو قال لي وقت مقتل أبي عبد الله الحسين يروح يقرأ زيارة عاشوراء في حرم أبي عبد الله الحسين كل يوم إلى أن توفاه، وهو مولود بكرملة. قعد أركب طامة شبيش شبيش، والله صعب وما أقدر، غالي رخيص ما يصير، والأهل أطفال ما تس ما يصير، الشغل هذا بحث آخر. هذا أبين لك الرواية. في المقابل شنو؟ وإذا أبغض الله عبدا قذف في قلبه بغض الحسين وبغض زيارته. كل شهر كربلاء، إطعام للإمام الحسين، مجالس، إيش كم مجلس تريدون؟ أدري إيش كم حسينية تريدون؟ شنو هم من جيبك تاخذون؟ منك تاخذ؟ الدنيا وما فيها الكل حسين عليه السلام. ليش؟ هالليلة اكو مجلس، ليش مجلس ثاني؟ ليش مجلس ثالث؟ حسينية اكو، ليش حسينية ثالثة؟ مشاية اكو، ليش بعد الروم؟ بس بعد خلي نساعد الفطرة، وكأنه هو كل فلوسه بتطيل الفطرة، وربك ست واحد ما يطيل الفقير. هي كل الفلوس والأموال التي تذهب إلى الفقراء أكثرها من التبرعات في في المجالس الدينية، سواء كان مسجد، حسينية، كنيسة، هناك هالخيرات تكون من تلك البقاع، تلك الأماكن. بعد هذا شو تسوي له؟ هذا عنده والله ذكر شفت الواحد في كربلاء، الكلام جرحني، رواية جرحني. قال لي الكل يتونس برا، يوصل الكربلاء هو يبكي ويدق ويلطم وكذا، احنا بعدنا قلب. قلت له هاي شأن كربلاء، ما تتحمل كربلاء اطلع برا. كربلاء مجالس عرس ودق ورقص ما يصير بيها، كربلاء موسيقى ما يصير بيها، والله عندنا عرس اطلع برا عندك عرس. هنا الملائكة كل يوم يلطمون، الحور العين كل يوم تلطم، ارواح الانبياء تهبط وتلطم وتبكي، لطمت عليك الحور والعين، ما يصير يعني احنا اهل كربلاء ما نقدر. ايه ما تقدر، شو تجبرنا؟ لا ما اجبرك، ارض كربلاء تجبر. وانا كان نطلع، كان هذا شأن كربلاء. قد يحكيها بس في واحد عنده بقلبه بعد يتجرح يحكي، هذا شو تسوي؟ هذا عنده بغض الامام الحسين، لكن بالنتيجه لو هذا نفسه ابوه توه متوفي قدامه مقطعين السكاكين، يجي له واحد قدامه يضحك، شو يقول له؟ ما تستحي على وجهك. ان للحسين حراره في قلوب المؤمنين لا تبغض ابدا، لوعه مصيبه الحسين لا تبغض. احنا جالسين في ميلاده قبلنا وتهلية في ميلاد الإمام حسين عليه أفضل الصلاة والسلام. بس هذه موازين، وعلى غرار ذلك هو يأكل. إذا أحب الله عبدا وإذا أبغض الله عبدا، خلي الإنسان يجمع، حتى شفت ممكن كتاب واحد يكتب حتى يعرف عبر هذه الموازين هل أن الله سبحانه وتعالى يحبه أم يبغضه. وكل ما ازداد حب الحسين عليه السلام في القلب وحب زيارته في القلب، كلما عرفت أن الله يحبك أكثر. هذا هو الذي يزورك زين. هذه المحبة تحملنا مسؤولية. شنو بابا يا أبو أمين؟ شو هربة وقت ما تعرف شو تفهمين؟ أجل قرار الزبان الدقيقة يوم صحبتكم بس بقي تركي إنجليزي نمجرم أشتوني فقط بقي بمعنى What should we do?
الله محمد الحسين عليه السلام. Love of Hussein equals to responsibility. If you love Imam Hussein عليه السلام, it means that you have to act like him, don't you? You have to be like him, walk like him, talk like him, pray like him, sacrifice like him. You have to abandon dunya like him. Why you want to study? Because then I want to have good job. I can build a luxury life for myself. This is wrong. Imam al-Husayn alayhi salam wrote the shortest letter ever. When he wrote to his brother, Muhammad ibn al-Hanafiyya, كأن الدنيا لم تكن وكأن الآخرة لا تسع. I assume that there were no dunya and always I was in akhir and hereafter. So we have responsibility towards the love of Hussein alayhi salam. Peace be upon him. Allah favored us, gave us. If Allah subhanahu wa ta'ala loves anyone, he will put the love of Hussein in his heart. The love of his ziyarah in his heart. So I have responsibility. I have to act in accordance to what Allah subhanahu wa ta'ala gave me. I have to respect his love. I have to thank Allah for what he's given me. He gave me this love, an excellent and valuable treasure. If I want to admire this treasure, I have to be pious. I have to pray on time. I have to fast. I have to avoid evil sins. I have to behave myself. I have to act. To conclude, I have to act. At least I have to try to act like Imam Hussein. Of course, I can't act like him. I can't be like him. But at least I can try to act like Imam Hussein. Because it's very easy for Allah subhanahu wa ta'ala to confiscate back the love of Hussein. And this is the most dangerous thing, isn't it? Look at health, for instance. You're a healthy person. Suddenly, may God forbid, in an accident, somebody might lose all of his healthy body and he gets disabled. This is exactly what might happen with the love of Hussein. Suddenly Allah subhanahu wa ta'ala sees my heart is not pure enough to contain, to have the love of Hussein. He confiscates back the love of Hussein and then I will be in a big danger. Big danger. I will lose the immune system that can protect me from evil, from myself, from hawa, from entering hell. And too many people lost the love of Hussein. Go and read history. Go and read what happened in the history. And nowadays, yes, my friend used to come to Majalis, and now I haven't seen him for ages. Ages. Is he sick? No. He's engaged with his work. Really? With his study? Really? Even Ashura? What's happening, man? He lost the way. He lost the love. Apparently, Allah subhanahu wa ta'ala confiscated back the love of Hussein alayhi salam. Because you don't deserve the love of Hussein. So we have responsibility towards the love of Imam Hussein alayhi salam. Of course, we are commemorating the birthday of Imam Zain al-Abidin, birthday of Abu Fadl al-Abbas alayhi salam. These are our role models. Models that we can copycat, we can follow, we can learn. Models that we can study and implement the lives in our lives. May Allah give us all the توفيق للشام